التنبيه الأخير ما يتعلق بزكاة الفطر. والشيخ جزاه الله خير ذكر أغلب الأحكام اللي فيها. أنا ده أركز على نقطة واحدة اللي هي مسألة زكاة الفطر. يا أخواننا بتخرج نقدا مال يعني ولا بتخرج طعاما؟ لأنه زي ما قال الشيخ أغلب المساجد الأيام دي فيها شكلة في الموضوع ده. نحن في مسجد البارح في شكلة طويلة وعريضة، بس عشان تكلمنا عن مسألة إنه زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. طوالي جماعة قاموا، طبعا يبدأ التنظير، ركز معي، مش النبي قال صاعا من طعام؟ ابن عباس كويس، أنس ابن مالك، ابن عمر، صحابة أجلاء نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. طوالي نطلق واحد يقول لك يا مولانا لكن المسكين ده محتاج للقروش، ما في مشكلة، مش محتاج للقروش يعني انت اديه زكاة الفطر صاعا من طعام واديه قروش تاني. لا 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 يقول لك لا لا، شنو انت مش حريص عليه؟ عشان تعرفهم بغلطوا ساي، انت حريص على مصلحة المسكين اديه، ده ما الواجب عليك، دي فريضة، صاع من طعام ده الفريضة طلعته، انت حاسب انه المسكين محتاج؟ ها اديه تاني من قروش القاعدة عندك ديك، ما راكده القروش اديه، ما بيديه قريش واحد. ولما تجي في حق الله زكاة الصاع من الطعام ده حق الله، يجي يقول لك لا لا ما نديها له قروش ومحتاج ليها. انت بتتصرف في حق الله ولا تصرف في حقك انت؟ مش انت بترى انه القروش بتنفعه، ادي من قروشك انت ده وحق الله ده طلع طعام. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ صاعا من طعام. نظريات تحيرك انت ذاته. واحد يقول لك زمن النبي كان ما في قروش، منو اللي قال؟ قروش راكده. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والملح بالملح، القروش موجوده قاعده. لكن ما عداك قال صاعا من طعام. الصحابه طلعوها صاعا من طعام. كويس؟ مما يدل على انه القيمه لا تجزي، العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال افترض الله افترض النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر زكاة الفطر صاعا من طعام من شعير او تمر. قالوا الشعير والتمر القيمه بتاعتهم بتختلف ولا ما بتختلف؟ تختلف احيانا، اختلاف يكون كبير. وفي حديث انس قال او زبيب او اقط او بر. البر ده التمر الاحمر بتاع الشام، اقصد مش التمر، القمح ده نوع ثمين من انواع القمح. كويس؟ بيختلفوا. هسه الان الصاع من الزبيب هل بيساوي الصاع من الذره؟ القيمه بتاعتهم واحد؟ الصاع ده ما اربعه امداد زي ما قال الشيخ، اربعه بمليت اليد، المدى المتوسط يعني، مش يديني صغيرك ده ما بتجيب المد. في ناس يدهم طويله اكثر من المد. المدى المتوسط مدى النبي صلى الله عليه وسلم هو المتوسط، اي المتوسط من الرجال يد المتوسطه اربعه امداد صاع. الان المد الواحد مش اربعه امداد، المد الواحد من الزبيب اغلى من اربعه امداد من الذره، صح ولا ما صح؟ بل اغلى من عشر امداد من الذره. فهمتوا؟ إذا كان الليلة زول يقول أنا داير أخرج القيمة، العلماء قالوا الحديث ذا دلالة على أن القيمة لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالكم لا بالقيمة. هو بكم ده ما همنا، قال صاعا من تمر أو شعير، وصاع التمر ما قدر القيمة بتاع الصاع الشعير، وصاع القمح ما زي صاع الذرة، أي صاع منه بيختلف، لكن صاع بيجزي عنك. ده مما يدل على انه المطلوب الصاع ما المطلوب قيمة الصاع. هذه دلالة أولى. الدلالة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام مع انه القروش موجودة. ما قال ما يعادل صاعا من طعام زي ما بيقولوا الناس الليلة. والناس اللي بيعبروا عنها دي هم ما أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف
ما في مخلوق أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان يجي زول يقول لك لا لا ما يعادل صاعا من طعام. طيب النبي ما كان يقول ما يعادل صاعا من طعام؟ ليه قال صاعا من طعام وهو أفصح البشر عليه الصلاة والسلام؟ قال لك صاعا من طعام بس. على هذا الأئمة الثلاثة، نحن في السودان عشان تعرف الناس بتاعين هوا، تعرف الواحد دايرة سهلة زكاة. انت قال ما دايرين الطعام ليه؟ دايرة سهلة، يكون راكب في العربية مواصلات ولا في عربيته، ويجي القلم مسكين واقف في الشارع بمزاج يطلعها من جيبه كده، تكون ضربة خاتها في جيبه يديها له كده وماشي، ما يتعب نفسه، ماشي يشتري ذرة ولا قمح شايله في ظهره، ماشي كايسلة مسكين ولاقاكم مسكين بيجاي وفلان داك بيمسكها مني ولا ما بيمسكها ويمشي يدي، ما دايرين البرنامج داك، دايرة سهلة بس كده ويديه. شفته؟ فنحن في بلدنا دي لو سألت أي زول قلت له الفقه عندنا هنا المذهب شنو؟ مذهب شنو؟ مالكي صح؟ إلا في المسألة دي ما مالكية. أنا بتكلم معاهم قلت لهم يا ناس أنتم مش مالكية؟ عشان تعرف إنهم بتاعين هوا، لا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة ولا أحناب ولا أي حاجة. ديل بتاعين مزاج. شفت مزاج مع مالك بيكونوا مع مالك، مزاج مع ثور بيكونوا مع ثور، مزاج مع احمد بن حنبل مع اسحاق مع اسحاق، بس مزاج دوين. والسهل عليهم شنو؟ كويس. الامام مالك قال لا تجزي، ما بتجزي الا طعام، قروش ما بتجزي دي صدقه، مركت قروش دي صدقه بس. الامام احمد بن حنبل كما نقل ابن قدامه في في الفقه الحنبلي المغني، كويس، نقل ابن قدامه قال الامام احمد بن حنبل لا تجزي الا طعام، قروش ما بتجزي. الامام الشافعي قال لا تجزي، كويس، الا ابو حنيفه من الائمه الاربعه، واحد ابو حنيفه قال تجزي ان تخرج نقدا. طيب يا اخواننا الناس اللي بياخذوا بقول ابي حنيفه، انا اقول لهم اخذوا به كله، يا خلوا كله. ابو حنيفه قال ويجوز ان تخرج في اول الحول، ما هي مربوطه برمضان، السنه بدت بيتين، رمضان ده شهر تسعه في السنه، قال تخرج في اول الحول، امرقه شهر واحد، يجي امرقه معاه يكون في وقت الاخراج مالكي، شوف في وقت الاخراج مالكي، وفي الاجزاء بتجزي شنو؟ يكون يا اخوان اللخبطه دي شنو؟ ويجيك بعدها يقول لك لا لا افتى بها فلان. انا واحد حير نامس قال لي يا اخي انا اديته الحديث، حديث النبي صاع من طعام، قال لي لكن ناس مجمع الفقه ها قالوا تطلع نقود، قلت له انا بقول لك النبي، تقول لي مجمع الفقه؟ النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من طعام، يجي يقول لك لا لا قالوا بجوز. احنا الله رسل لنا مجمع الفقه ولا رسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ احنا ربنا رسل لنا نبي كريم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ده اللي احنا مطلوبين احنا نتبعه في كل صغيره وكبيره. ما تقول لي افتى فلان، يا اخي الامام احمد قالوا له افتى عمر بن عبد العزيز باخراجها نقدا، قال انظر الى هؤلاء يتركون قول رسول الله الى قول عمر بن عبد العزيز. اذا كان يا اخواننا عمر بن عبد العزيز تعرفوا ده منو؟ ده امام الدنيا عمر بن عبد العزيز، الزاهد العالم الفقيه الثقه الامام الذي نقل له كل اصحاب الكتب والصحاح والمسانيد والمعاجم والمستخرجات، امام وعلم وجبل. الامام احمد بن حنبل يقول تترك قول النبي صلى الله عليه وسلم وتاخذ قول عمر بن عبد العزيز، هسه انت دهنانا اخلي قول النبي للجماعه ديل؟ يا ناس قول النبي عليه الصلاه والسلام صاعا من طعام. شوف انت لو طلعت انت قروش اعتبرها صدقه، لكن قاعده في رقبتك، طلعها صاعا من طعام. اخر او خلاصه الكلام، وقت الاخراج بتاعها يا اخواننا افضل وقت يوم العيد الصباح قبل الصلاة، لكن قبل الصلاة ابن عباس قال من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، ومن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. يوم العيد قبل الصلاة لو ما تمكنت، حاسس إنه صعب عليك،
الصحابة أجمعوا على جواز إخراجه قبل يومين، يومين فقط، يعني يومين قبل العيد أنت ممكن بعد ذاك تخرج زكاة الفطر، يجوز لك أنت لو كنت من المحتاجين لها وأدوك لها إنك تطلع منها لنفسك، يعني لو جابوا لك زكوات تطلع منها لنفسك أنت ذاته، وبيجوز تجمع زكوات مجموعة ويدوها لزول واحد، يعني يجمعوا حقات ناس المسجد ده كله وفي جار بيجاي محتاج يدوها لكله، ما في مشكلة، تمام. يجوز للإنسان أن يستديد الدين لو كان قادر على السداد ويسدد، ولكن العلماء قالوا الراجح إنه في وقت وجوبة عليك، وقت وجوبة غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، غربت الشمس أفطر الصائم خلاص، الوقت ده وقت وجوبة عليك أنت ومن تعول كلهم، وقت الوجوب ده إذا أنت ما عندك قالوا سقطت عنك، يعني من غربت الشمس دي مفلس ما عندك أي حاجة، لا في دقيق في البيت، لا في تمر ولا في أي حاجة، ومفلس ما عندك قرش، ما واجب عليك كده أنت، بعد ده أنت بدوك ليه كويس؟ لو أدوك ليه ممكن تطلع منها، ما أدوك ليه أنت ما واجب عليك في الوقت ده بالذات، ما واجب عليك. كل من تعول من المولود لو ولد ولو ليوم واحد، ليوم واحد بس تطلع عنه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرج عن الحمل في بطن أمه، الحمل في بطن أمه، عشان كده العلماء قالوا يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه، يستحب تخرج عن الحمل. لو أنت عندك ولدين والمرأة حامل كده بقى عندك خمسة، أنت والمرأة ولدين اثنين والمرأة حامل خمسة، هذا الخامس مستحب تخرج عنه، أما الواجب عليك على الأربعة الموجودين دين. لو الشاب بلغ مرحلة أنه بيعول نفسه وانفصل عن أبوه خلاص، عمل بيت أسرة براو كده، بعد الواجب عليه ويخرج عن نفسه ويخرج عن زوجته. طيب أيضا يا أخواننا يجوز للإنسان أن يخرج عن غيره إذا استأذن، لو استأذن منه مثلا، عندك صاحبك أنت عارفه وضعه محتاج أو ما محتاج، تقول له يا أخي اسمع أنا حطلع عني وعنك الاثنين كويس، بس استأذنوا وتطلع عنه، حتى أنت لو مقتدر ممكن تستأذن من والدك وتطلع عن الأسرة كلها، ما في إشكال. الأولى تخرج في مكان وجودك أنت، في مكان وجودك، إذا تعذر وجود مسكين في مكان وجودك أنت، أو وجدت الحاجة أمس في منطقة أخرى لكن ماها خارج البلد، ممكن تخرجها في منطقة أخرى. يا أخوانا الأحكام دي أحكام مهمة، ودي فريضة عليك أنت، لابد تقوم بالفريضة وتأديها في الوقت، لأن العلماء قالوا هي طهرة للصائم، قالوا كسجود السهو للصلاة، لأنه بيجبر الخلل. الآن في صيامنا في خلل، رفث ولغو كلام فاحش كده، نقص في الصيام، تقصير، معاصي، تفريط في الطاعات، غيره في نقص في الصيام، النقص ده بتسد زكاة الفطر. بعدين واحد استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، اغنوهم عن السؤال، قال عشان نغنيهم عن السؤال لابد نديهم قروش، ده جابوه في التلفزيون. نحن مشكلتنا تلفزيوننا ده مليان مفتين ضللوا الأمة دي، كلمك بصراحة، واحد بيفتي بتنظير قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، قال ده دليل على انه احنا بنغنيهم عن السؤال، يعني احنا بنديهم قروش عشان تغنيهم عن السؤال، لا لا لا. اول حاجه اغنوهم عن السؤال، الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما كان بيقسم في الزكاه، كان بيقسم فيها عينا يوم العيد بعد الصلاه، ما هي الناس جابوها او قبل الصلاه، الناس جابوها بعدك بيقسم فيها، لما قاعد يقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال يغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. السؤال المقصود هنا السؤال عن الطعام، مش السؤال عن اي حاجه، لانه انت عارف لو قلت لي يغنوهم عن السؤال معناها المال، انت الزكاه بتاعتك دي لو قدرتها مش 12 جنيه وديتها للمسكين، هل بتغنيه عن السؤال عن اي حاجه؟ وين المسكين ده له لبسات للاطفال؟ اللبسه بكم؟ 12 جنيه دي بتجيب لبسه؟
والله شريط بتاع البنات ده، شفت الشريط الاحمر بيربطوه ذاك؟ شريط ما تجيبه عشان ما يتفلسفوا. واحد في التلفزيون عامل فيها مفتي، ما دي مشكلتنا في البلد دي نحن، عامل فيها مفتي قال النبي قال اغنوهم عن السؤال، نحن نديهم القروش عشان ما يسالوا. لا 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 لا، المسكين المحتاج ده انت ما بتقروش كده بتغنيه كل، لو جبت له جمعت له زكوات بتاعت 10 انفار، 10 انفار مش بيحددوها 12 جنيه يعني 120 جنيه، اديه 120 جنيه يودي سوى شنو؟ يشتري بها ملابس، ها؟ يشتري بها اكل، صلح بها البيت جير وما تعرف شنو، بوهيه ولمبه جديده ودارين يجيبوا فرشات، بيشتري له ديل؟ ما بسوي له اي حاجه. عشان كده اغنوهم عن السؤال اي عن الطعام، لانه المسكين لو اديته شنو؟ زكبت على الزول واحد، واحد بس اديته له اليوم بتغنيهم عن الطعام. كده اغنوهم عن السؤال، مقصود بها اغنوهم عن السؤال عن الطعام في هذا اليوم، مش السؤال عن اي حاجه. على اي حال انت بس اعلم انه اي زول بيقول لك اخرجها نقدا، دليل ما عنده، دليل شرعي ما عنده، الا يجيك ساي كده بس يقول لك نحن وافتنا بها نحن ونحن مسؤولين كبار. والله بطريقتك، بطريقتك، وبعدك شي شيلتك مع الله. انت بتفتي المسلمين بانه يطلعوا الفرض عليهم اللي الطعام يطلعوا قروش، ها؟ انت افتيتهم كده ولا تجزي. بعد ذاك انت ابقى نجيد امام الله سبحانه وتعالى. شيل شيلتك بعدين. لانه ربنا فرض طعام انت قلت لهم لا لا ادفعوه قروش. يا اخواننا ما اي شيء مقابل ده، يعني هسه انا لو فاتح لي مغلق، لو فاتح مغلق كويس ودار اطلع زكاة الفطر بتاعتي، ممكن اطلعها مفك؟ اشيل لي مفك من الهناية اجي لي مسكين اقول المفك ده ب 20 جنيه كمان، هاك دي زكاة الفطر. والنبي قال طعمة، في ذول بياكل لها مفك؟ طعمة، طعمة للمساكين، فهمت؟ لكن الناس بتنظر يقول لك يجزي ولا باس بها، لا باس بها، كيف؟ دليلك وينه؟ وين دليلك انت عليها؟ على اي حال انا استطردت كثير وطولت في المساله، لكن ده حكمه يا اخواننا. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. والناس النزاع زي ما قال الشيخ قبيل ذاك، الناس تفض بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.